صباح الخير اجين دلع. هاي ستيفاني، مرة ثانية خير للمشاهدين انه نحن اليوم عاملين دجاج، عاملين سندويشات. حنعمل سندويش دجاج من شو معمول؟ اليوم بطنجرة على نار حطينا بصلة قطعناها شوي بير لوحناها. اليوم حبيت اشتغل بالدجاج، بتقولي لي انا ما عاد بالي دجاج، في استبدل بحالها نوع من الخضرة. يعني انا هيدي وصفة بعملها مع الباذنجان والكوسة كمان بتطلع كثير طيبة. لوحناه هون على طول على نار، ضفنا شوية من الملح، شوية من بهار الأبيض. اوكي، بدنا نرجع، بتعرفي احنا هلا بلشنا قبل لا يستوي الدجاج مثل ما بنعرف انه بده وقت. بده وقت. اليوم حبيت اشتغل بالأرضي شوكة ستيفاني، اليوم عم بشتغل بالأرضي شوكة المجلدة يلي قطعتها لمكعبات صغيرة، وهلا بدي لوحها مع البصل والدجاج اللي على طول على نار. سلقت الأرضي شوكة؟ نص سلقة. نص سلقة أكيد تينعملوا أكثر. هلا بدي اقول انه انا اليوم هيدي اشتغلتها عملتها ساندويش، بس بدي اقول انه انا بعملها يخني اوقات، يعني بزيت الطريقه لانه بدنا نضيف لها شويه من الكاري. هلا بزيت الطريقه بضيف عصير البندوره، بعمل حدا رز بيطلع عنا يخني. لكن دجاج مع الخضره صح، لكن خلينا نرجع نذكر انه اليوم احنا حبينا نشتغل بساندويشات الدجاج يلي بطنجرة وضعنا زيت، رجعنا ضفنا بصلة، رجعنا ضفنا الدجاج. اليوم بدي اقول للمشاهدين عم بحكي على صدورة الدجاج يلي بلا جلدة يلي قطعتهم مثل الشاورما او مثل الشيش طاووق على طول على نار. رجعت ضفت الأرتيشوكة او حالها نوع من الخضرة يلي عنا اياها بالبيت على طول على نار. اليوم حبيت اشتغل بالبيبي ابينار، بالسبانيخ، بحالها كمان خس كيل كمان بيطلع طيب معه، بدنا نضيفهم عليهم. اوكي، بدنا نضيف شويه من الكاري ستيفاني. وشو هي الصلصه تبعنا اليوم؟ هيدا السؤال. الصوص هي شويه من المايونيز. اوكي، بدنا ندهن المايونيز قبل على الخبزة ولا اليوم بدي اضيف شوية؟ بدي احط مايونيز، بدي اضيف لها شوية من عصير الحامض للمايونيز. أوكي. بدي امزجهم سوا، في ضيفهم عليهم، امزجهم فيهم مثل ما في كمان حطهم على الخبزة. حطهم. بدنا نضيف شوية من الكاري، لكن ضفنا سبانخ، كاري، ملح، بهار ابيض. اوكي، بدي اقول انه هيدي وصفه فينا نضيف لها شويه من الصويا صوص اللي كمان بتطلع طيبه معها. مزبوط، تلبق. هلا بنضيف لها شويه صويا. عندنا هون نستعين بالوصفه اللي حنشتغلها هلا، شويه من الصويا صوص. بدي اتركهم على نار ستيفاني، وبدي انتقل للسلاد. اوكي، شو في بالسلاد؟ العكاوي مع الشمندر يلي حاحكي عنه. Yeah. لكن هيدي وصفتي رح اتركها على نار ليستوي الدجاج، ونحن بدنا نبلش نشتغل بالسلاد. خلينا نرجع هيك شوي بالسلاد. اليوم حبيت اشتغل مثل ما عم نشوف بالخبز المرقوق يلي بدي احشي فيهم السلطه. من شو معموله السلطه؟ اليوم عم بحكي على جبنه عكاوي او حلوم او حلا نوع من الجبنه، شمندر ني. كثير بيسالوني انه معقول نقدر ناكل شمندر ني؟ بدي اقول انه اكثر شيء وقتها ناكل شمندر ني، بس انا اليوم بدي اقول للمشاهدين انه شمندر بنقعه بشويه من عصير الحامض بالاضافه لزيت الزيتون، بنقعه فيه انقعه قبل بليل، يعني قد ما بتنقعيه قد ما بصير عن جد اطيب. لكن اليوم في عندي شمندر ني، قشرته، قطعته لمكعبات صغيره، نقعته بشويه من عصير الحامض بالاضافه لزيت الزيتون. أوكي. حبيت اشتغل بحيلا نوع من الجبنه يلي قطعتها لمكعبات صغيره. اليوم عندي بصل مفروم صغير، اليوم نهار كمان البصل، فطر طازه فرمته صغير، بدي لوحه على نار مع شويه من الزيت، بدي امزجهم كلهم سوا بقى. وعلى جنب بدي يكون عندي شويه من العسل مع شويه من البلزميك، زيت الزيتون، رشن الملح يلي هيدي، يعني هي وصفه هيك صيفيه مش غلط طيبه. شو
عم نعمل هلا؟ لكن هلا بدنا نحط الشامبينيون او الفطر. بدنا نبلش بالبصل. لكن بشتغل بالبصل والفطر الطازه على نار، بلوحهم مع شويه من الملح والبهار. اما بالنسبه للشمندر والجبنه بتركهم، ما بعمل فيهم شيء، يعني بضيفهم على وصفتي هن ومسقعين ستيفاني، ما بدي احطهم على نار كثير. يلا اول شيء حطينا زيت زيتون. صح. هلا ضفنا البصل، بدنا نضيف البصل. حطينا زيت، بدنا نضيف البصل. بدنا نضيف بصل مفروم صغير، ولا ما رح نكتر، شوية. بدنا نرجع نضيف شوية من الفطر الطازة يلي كمان فرمتن صغير. بدي اقول انه هيدي وصفة اذا انا اليوم ما عبالي اشتغل على نار، يعني اليوم ما بدي انا لوح على نار، هي استبدل بالبصل الاخضر يلي كمان طيب اذا فرمناه صغير واذا اكلناه ني. والشامبينيون كمان وقتها بنحط الشامبينيون ني كمان بالسلاد، يطلع كمان طيب. واليوم بتقولي لي انا ما بحب الفطر، حيلا نوع من الخضرة. مزبوط. فيني حتى استبدل، يعني في اقول لك بشيل الفطر بحط الخس، بحط ملفوف، بحط كيل، حيلا نوع من الخضار. لكن حطينا البصل، هلا بدنا نرجع نحط اول ما يبلش يدبل بدنا نضيف الفطر. اليوم عم بحكي على فطر طازه، او في استبدل بفطر معلب يلي فرمته صغير وضفته على وصفتي. بدنا نلحق نعمل الساندويتشز كمان. يلا بنحط الشامبينيون. ولا ما راح نحط اكثر. كثير منيح. لكن هون في عندنا بصل، فطر. هلا مثل ما قلتي فينا الدجاج نعمله مثل اليخني. اليخني انا هيدي وصفه. ونعمل حده رز. انا هيدي وصفه بعملها اوقات يخني وبعمل حد رز قبل ما اعبي الساندويشات. خلينا هيك شوي نتركهم على نار، شو رايك نشتغل بالسلاد؟ يلا. لانه هون بدها دقيقتين، نحط لها شويه من الملح تيدبلوا. اوكي. لكن جبنه عكاوي وشمندر ناي. صح. قصيناهم مكعبات. نسينا انه بدنا نضيف شويه من البابريكا كمان. يعطي لون وطعمه. يعطي لون وبيعطي طعم. لكن لوحنا على نار بصله مفرومه صغير مع شويه من الزبده. ضفنا الفطر الطازه او باذنجان، كوسه، جزر، انا بعملها اوقات مع جزر، على طول على نار ستيفاني. اوكي. بلوحهم شوي مش كثير. هون دقيقة رح نطفي الدجاج. نطفي الدجاج. فوالا. خلينا نعمل مزيج. بعد لكن خمس دقايق. اوكي. نلحق. اليوم عم بحكي على الشمندر المنقوع. خلي شوي نقعناهم لكن بالحامض والزيت. بالحامض والزيت. جبنة. جبنة. فينا نستعمل فتة، عكاوي، حلوم. شو ما عندنا بالبيت. اوكي. بدنا نحضر الصوص. يلا. دقيقة رح نشيلهم للفطر. لكن خلصنا من الشمندر. هيدي السلاد بتاكل فترة؟ فينا ناكلها فاترة، فينا ناكلها مسقعة ما بيأثر. كمان أوكي. كنا بدنا نعمل ساندويش حلاوة مشللة مع هيك، بفتكر ما عندنا وقت. اوكي. خلينا نشتغل بالصوص. عسل. عسل. عم بعمل الصوص تبع السلاد. عسل. ما عندي عسل، ملعقة صغيرة من السكر. اوكي. رشة من السكر، معلي.
فينا نشتغلها بلا عسل. شوية من الزيت. شوية بلساميك. بلساميك. هيدي هي الوصفة يعني سهلة. لكن عسل زيت بلزميك، ما عندي عسل أقل من ملعقة صغيرة من السكر مع رشة من الملح. فوالا هيدي الصوص طيبة كثير، أنا بشتغلها بكل السلادات. فينا نضيف لها شوية من البقدونس. لكن هلا بدنا نضيف الفطر. بدنا نضيف الفطر على الجبنة والشمندر. صح. لكن الفطر يلي لوحناه على نار ستيفاني مع الشمندر المنقوع بالإضافة لحيلا نوع من الجبنة. هون فينا نضيف الخضار مثل ما فينا ما نضيف شيء، يعني نقدمها بهيدي الطريقة. يمكن نستطعم بكل. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف الصوص عليها أو بدنا نقدمها حدا. أنا شخصيا بحب الصوص يلي منقوعة، يعني الصوص أكيد أطيب. فوالا. وبدنا نعبي قد ما بتتشرب الصلصة قد ما بتكون أطيب. فينا الخبز المرقوق حطيتيهم ببول وحطيتيهم بالفرن؟ حطيتهم ب أخذوا الفور. بتعرفي بشو حطيتهم؟ حطيتهم بتبع الكب كيكس. أها. جبت خبز مرقوق قطعتها صغير وضعتها بتبع الكبكيكس، حطيت لها شوية من الزعتر وزيت الزيتون. أوه. حطيت بقلبها أو ورقة الزبدة اللي بتعرفي لأنه إذا مندخلها على الفرن بدها تغطي. مزبوط. يعني لنأكد أنه حتضلها مفتوحة مثل هون. أوكي. حشيتها شوية من ورقة الزبدة ودخلتها هيك على فرن، يعني حميت الفرن ورجعت طفيت الفرن ودخلتها بقلب الفرن. هلا شو حأعمل ستيفاني؟ حأحشيها. أوكي. هيدي السلعات. فوالا. فينا نحط لها البقدونس، فينا نحط لها شو ما بدنا. اون توب. فينا نضيف الرمان. كثير منيح. كثير حلوة البرزنتيشن دلال، مثل العادة. ثانك يو. وقصص كثير يعني بسهولة بنحضرهم. ما بياخذوا كثير وقت. كمان بدي اقول بدك حدا يفكر. بدي اقول انه انت بكره نحن سوا، بكره عبالي سوا طلبا عبالي اعمل بكره كيك على جزر. بتعرفي هو من اكثر الكيك كاروت كيك بسيط وسهل. عملنا هيك نعمل شي وصفه ثانيه كمان مع الجزر، لنا زمان ما اشتغلنا مع الجزر. بس هلا رح ناخذ سوا وقفه بنرجع بنشوف. انا رح احشي ساندويتش. واو. يا هلا بكاتيا. هاي كاتيا. ساندويشات سبيسيال حتى شكلهم سبيسيال. ايه هاي سلاد حاشينهم من النص. سلاد وساندويش. اه هيدي هيدا جات السلط او هيدي هيدا جات السلط. هيدا ميني جات. هيدا شمو لتذوق كاتيا. هلا بدنا نذوق يعني؟ يلا. ايه. طيب وهول شو مثل بعضهم؟ ايه اليوم عملنا هيك ساندويشات سهله وسريعه يلي هي ال ما بعرف شو بكسكين. لا مش الحال. يلي بعتقد يلي هن البصل مع الدجاج، حطينا قرديشوكة كمان، شوية من الكاري، اشتغلنا بما خبرنا المشاهدين اشتغلنا تحت الهواء، شوية من المايونيز. اليوم بتقولي لي كمان يعني أكثر الأسئلة، أنا ما باكل مايونيز، مايونيز لايت خردل مع شوية من الزيت والحامض، إذا أنا اليوم ما عبالي مايونيز أو استبدل بالمايونيز اللايت يلي هي أنا عم بحكي على الصوص. ضفنا شوية من الصويا صوص على الدجاج كمان يلي فينا كمان نوقف بالصويا صوص وملعقة من الخردل. بكره شو فيها السلاد؟
سلاد شو اللي عم يقرش هالقد؟ شمندر ناي. شمندر ناي. منقوع بالزيت والحامض، ضفنا له شوية من جبنة العكاوي أو حلى نوع من الجبنة. أول مرة باكل شمندر ناي. إيه كيف الإنجاز؟ طيب. طيب إيه. وكثير طيب بالسلادات. ما كنت متوقعة هيك طعمته. بتعرفي كثير عالم يعني لأنه بالحمر حتى السكر مبين فيه حتى هو شمندر الناي كثير طيب، إنه بس أهم شيء إنه مثل ما سبق وحكينا إنه ننقعه، يعني قد ما بننقعه قد ما بصير أطيب. أنا بنقعه بالحامض وزيت الزيتون قبل بثلاث أربع ساعات لنقدر ناكله، مزجناه بالفطر الطازة والبصل وقدمناه. بكرة نهار الجزر ستيفاني. حنعمل كيك على جزر ووصفة تانية أكيد مع الجزر بس بعد ما طلعي. أوكي بعدها in process. كتير منيح. لكن مشاهدينا نشوفكم بكرة دلال وأنا.